40 عاما قضاها في سلك التدريس، وما زال يحن إلى وقوفه وسط قاعة الدرس بين طلابه. صبيح الركابي معلم تميز بطريقة تدريسه التي حولت أشخاصا لا يجيدون القراءة والكتابة إلى أطباء وقضاة وغيرهم. حتى من مدارس الأمية خرجنا أطباء، كان الدوام مسائي وجونا طلاب أعمارهم 12 إلى 13، قالوا ما قبلونا بالابتدائية بالصف الأول، ما يقبلون إلا 6 سنوات كانت هاي موجودة، فإحنا دخلناهم بالابتدائية فأصبح 2 أطباء وحتى قاضي موجود الآن في المنطقة الخضراء. ذكريات كثيرة استرجعها قدام المعلمين في لقاء جمعهم بمناسبة الاحتفال بعيد المعلم في العراق الذي يوافق 1 آذار من كل عام، لكن بعضهم تحدث بألم عن تغيرات طالت العلاقة مؤخرا بين المعلم والطالب وغاب الاحترام لمن كاد أن يكون رسولا. كان المعلم له تقديره وتقديسه أيضا، بينما هسه لا، نشوف المعلم يجالس الطالب أو الطالب مثل ربما يقدم لأشجاره. وفي محاولة لرد الدين إلى مربي الأجيال بالتزامن مع يوم عيدهم، كرمت إدارة الأكاديمية الدولية في العراق المعلمين المتقاعدين تقديرا لجهودهم في مجال التعليم ودورهم المحوري في إعداد الطلبة للانخراط في سوق العمل. قمنا بدعوة الأساتذة المعطاة، أساتذة الأوائل، أساتذة اللي ارتكز عليهم التعليم وأساس التعليم والحركة التعليمية في البصرة، وقمنا بتكريمهم. الطلبة بدورهم احتفلوا بمعلميهم على طريقتهم الخاصة، حيث قدموا أوبريتا غنائيا يحتفي بمهنة التعليم التي تعلم جميع المهن الأخرى، وهم يتطلعون أن يكون التعليم والمعلم في صلب اهتمامات الدولة. أنا المهندس وأنا، أنا البناء وأنا، أفخر بمن علمني وللعلا أوصلني. الاحتفال بيوم المعلم هو رسالة تذكرة بمن أفنى حياته من أجل رسالة العلم والمعرفة، فضلا عن إسهامه في نهضة المجتمع. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.